مرة أخرى يعود ملف الإسلاموفوبيا إلى فرنسا، لكن هذه المرة من بوابة ملاعب كرة القدم. تمرة وكوب من الماء كابوس للاتحاد الفرنسي. هكذا رد أنصار نادي باريس سان جيرمان على قرار الاتحاد الفرنسي القاضي بمنع الحكام من توقيف المباريات والسماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم في شهر رمضان، لافتة أنصار نادي العاصمة الفرنسية انتشرت كالنار في الهشيم عبر مختلف المنصات الرقمية والمواقع العالمية. لافتة زعزعت الرأي العام في فرنسا، كيف لا والأمر يتعلق بحرية الأشخاص ومعتقداتهم في بلد دائما ما كان ينادي بحقوق الإنسان والحرية ونبذ كل أشكال العنصرية مثل ما فعل قبل أشهر قليلة خلال منافسات كأس العالم قطر 2022 لكن هذه المرة وقع في المحظور وأثبت أنه متناقض ويكيل بمكيالين بين سياسته الداخلية والخارجية حسب مراقبين قرار أكد أن دار لقمان بقيت على حالها رغم رحيل عراب التمييز العنصري نويل لوغريت من على راس الاتحاد الفرنسي لكره القدم قرار الهيئه الكرويه الفرنسيه جاء نقيضا لقرار لجان الحكام في انجلترا والمانيا والعديد من الدول الغربيه التي اصدرت في بدايه شهر رمضان تعليماتها للحكام بضروره التعامل بطريقه خاصه مع اللاعبين المسلمين لافته انصار اس جي وردود الفعل القويه من اللاعبين المسلمين وغير المسلمين هي بدايه ارتدادات فقط يقول مراقبون على قرار اماط اللثام عن واقع مرير تعيشه الجاليه المسلمه في فرنسا